مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مع سلسلة متابعاتنا الخاصة بشأن آخر تطورات ثورة تشرين واستمرارها على الرغم من كل أشكال القمع الحكومي والميليشياوي للحراك الثوري، حيث رفضت اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين ترشيح بعض الشخصيات من الحراك وتأكيدها أنها مؤامرة إيرانية خبيثة القصد منها إيقاع الفتنة بين المتظاهرين، في وقت شهدت ساحات الاعتصام مشاركة وتضامنا نسائيا كبيرا ضمن تظاهرات بناتك يا وطن. نرحب بضيفينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري، وعبر الهاتف من اسطنبول الناشط في التظاهرات ضياء الغزي. نعم، أبدأ معك سيد ضياء الغزي، يعني كيف شاهدت وكيف قرأت ما قامت به نساء العراق يوم أمس من تظاهرة مليونية في ساحة التحرير وفي المحافظات العراقية؟ انطلقت هذه التظاهرات تحت عنوان بناتك يا وطن. بداية أشكر لكم هذه الدعوة وأشكر تحياتي لمشاهدي قناة الرافدين وتحياتي لضيفك الكريم. أما عن التظاهرة النسوية اللي خرجت يوم عن، وإنما هي تعبير عن ردة الفعل من تصريحات لا يعني غير مقبولة من جهات من هنا وهناك بانتهاك حقوق للمرأة أولا والانتقاص من قيمتها وشخصيتها بالنسبة للمرأة العراقية. المرأة العراقية اللي ضحت وقدمت القربان والقربان من عشرات السنين فداء للوطن، هل يجوز أن نمنعها من المطالبة بحقوقها المشروعة و تظاهرتها السلمية؟ هذا من جانب. أما من جانب آخر، المرأة هي نصف المجتمع أولا. نعم. وثانيا كفلها الدستور بالحقوق والواجبات، حالها حال الرجل والطفل، وإذا كانت المرأة ينتقص من خروجها للتظاهر، فلماذا وضعوها في الكودة الانتخابية وفي دستورهم المشؤوم؟ نعم نعم. يعني أستاذ ضياء، إذا تحدثنا بالتحديد عن ثورة تشرين، المرأة العراقية تشارك منذ الأول من تشرين من العام الماضي، الثورة والتظاهرات اليوم دخلت شهرها الخامس، يعني لماذا هذه الفتوى من قبل مقتدى الصدر بعدم الاختلاط وتحريم الاختلاط؟ المرأة كانت مشاركة منذ البداية، كانت تقوم بمساندة المتظاهرين، تقوم بإعداد الطعام، تقوم بإسعاف الجرحى، لماذا في هذه الأيام خرجت هذه الفتوى أو هذا التحذير بعدم الاختلاط؟ سيدي الكريم، المرأة لها صوت ولها مكانة بالمجتمع الدولي أولا ومجتمع العراقي ثانيا. نعم. عندما تخرج المرأة وتصرخ وتنادي وتعبر عن رأيها وعن مظلوميتها، فأكيد هناك من يسمع لها مظلوميتها على الصعيد الرأي العام أو الصعيد الدولي، فيتخوفون من هذا الصوت ومن هذا، فجاءوا بالعورة أو جاءوا بعدة حالات أنه اتهموها. إذا كانت هناك حصلة أنه لا أجزم ولا مجرد تكهن، إن حصلت حالات سلبية فهذا واجب الجهات الأمنية، واجب الجهات الأمنية أنه هي اللي تحافظ على النسيج المجتمع العراقي والآداب العامة.
ما اقول لك انه كل مظاهره ما توجد بها سلبيات، تحصل بها السلبيات، ولكن هذا واجب القوات الامنيه. هذا من جانب. من جانب اخر انه الانتقاص من خروج المراه او من تظاهر المراه في ساحات التظاهر عامه في بغداد او المحافظات، فهذا امر غير مقبول، غير مقبول نهائيا. نعم. واحنا حاليا يعني مشككين بسماحه السيد مقتدى الصدر، ومن يقول هو اللي 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 يغرد حاليا وهو بايران؟ هل خرج امام التلفاز وصرح بهذا القول؟ لا، وانما من يعلم انه جهات ايرانيه من المحتمل هي اللي تغرد نيابه عنه. انا اشكك بهذه التغريدات الاخيره. نعم. نعم. أستاذ نظير الكندوري، يعني في خضم الرفض الشعبي لمرشحي الأحزاب بتشكيل الحكومة، ما رأيك بالإعلان عن ترشيح أسماء لتولي منصب رئاسة الحكومة من داخل الحراك، وما مدى تأثير ذلك؟ حياكم الله يا أهلا مشاهدي قناتكم الكريمة. قبل الإجابة عن هذا السؤال فقط أريد يعني أعقب على كلام الناشط. نعم. الذي كان على التليفون وأقول، هو يقول أنا أشكك في تغريدات الصدر الحالية، كونها تغريدات غريبة وفيها طروحات غريبة، وهل كانت تغريداته السابقة أو يعني هل كانت هي أفضل من ذلك؟ يعني الأمر لا يختلف، يعني نفس الشيء، هذا الكلام الذي صدر عن الصدر في كل مرة هو نفسه يعود ويكرر. نعم، أعود إليك سيد نظير. يعني أستاذ ضياء الغزي، يعني اليوم هناك محاولات الالتفاف على التظاهرات، لا سيما الدفع باتجاه قبول محمد علاوي وحكومته وإقالة رئيس البرلمان، كيف ترى هذه الأحداث؟ أستاذ العزيز، احنا صرحنا عدة منصات أنه هذا الرجل جاء بصفقات سياسية وحاله حال عادل عبد المهدي رئيس الوزراء السابق، لن يقدم بشيء. نعم. ولم يغير بشيء، بالعكس من سيء إلى أسوأ. والدليل أنه من أول يوم خرج بأول تصريح له وأول كلمة أو خطابة قال أنا سوف أقدم قتلة المتظاهرين للمحاكم. طيب، نعم، من اللي جابك؟ من اللي نصبك غير هم القتلة؟ قتلة المتظاهرين، أكو غيرهم؟ أنت تقدر تحاسبهم، تقدر تقدمهم للمحاكم، وهم اللي جابوك ونصبوك من خارج العراق. هذا دليل. الدليل الآخر، يوم أمس وقبل أمس حصلت مساومات على الوزارات السيادية. نعم. الوزارة السيادية 10 مليون، الوزارة الخدمية 5 مليون دولار. نعم. يعني إلى أين يتجهون بالعراق هم هؤلاء السياسة السياسية الصدفة؟ نعم، يعني هناك سيد، نعم، هناك حديث من قبل أو تغريدة من قبل السيد مقتدى الصدر يهدد بالانسحاب، يهدد بالانسحاب من هذه الحكومة، وكما استمعنا إلى أبو دعاء العيساوي المساعد لمقتدى الصدر، يعني المساعد الجهادي كما يسمى، بأنه سوف يجعل العراق جحيما تحت أرجل محمد علاوي. السيد طبعا ما جاء محمد توفيق علاوي إذا ما وافق عليه السيد مقتدى الصدر، هذا شيء مؤكد. لمن الشارع رفضا قاطعا، يعني خلوهم امام امر الواقع. فرض الشارع هو اليوم، الشارع او الشعب هو مصدر السلطات. نعم. الكلمه هي للشارع او للمتظاهرين الاحرار، ليس لهذا ولا ذاك ولا كل من يطلع يدلو دلوه من السياسيين. نعم. نعم. يعني اليوم هناك، وأنت ناشط مدني، يعني هناك إصابات في صفوف المتظاهرين بسبب إطلاق القوات الحكومية
وميليشياتها على المتظاهرين قنابل الغاز. يعني العنف نشاهده منذ 5 أشهر مستمر ضد المتظاهرين السلميين، بماذا نفسره؟ يعني اليوم تعهد محمد علاوي بأنه سوف يقف مع المتظاهرين، يقف ضد من يقتل ويجرح المتظاهرين، ولكن لم يتغير شيء. أستاذي العزيز، بالنسبة للسيد محمد توفيق علاوي، رجل هذا دمية حال حال اللي قبله. بيد من؟ دمية بيد من؟ أولا بيد جهات سياسية داخل العراق. الجهات السياسية داخل العراق تتلقى أوامرها من إيران وغير إيران. نعم، أعود إليك يا سيد ضياء الغزي. أستاذ نظير الكندوري، يعني في خضم الرفض الشعبي لمرشحي الأحزاب لتشكيل الحكومة، ما رأيك بالإعلان عن بعض الشخصيات لتولي منصب رئاسة الحكومة من داخل الحراك، وما تأثير ذلك على الحراك وعلى ثورة تشرين؟ يعني الحقيقة أنا أرى أن هذا بهذا الوقت يذكر أسماء جديدة لرئاسة الوزراء بمعزل عن محمد علاوي، ما هي إلا لإحداث الفتنة كما ذكرت في حديثك بين المتظاهرين. يعني جزء من المتظاهرين يريدون هذا الرجل، والجزء الآخر يريد رجلا آخر. ولا يعني لماذا لم يطرح المتظاهرون منذ البداية وقبل تسليم يعني محمد أو تكليف محمد علاوي برئاسة الوزراء لم تطرح تلك الأسماء؟ هذه جزء لا يتجزأ من محاولات الصدر لزرع الفتنة ما بين المتظاهرين. والحقيقة كان موقف المتظاهرين منذ الأول وعلى لسان اللجان المنظمة لهذه التظاهرات بأننا لا نرشح أسماء، إنما نرفع يعني ضوابط وشروط يجب أن تتمثل بالشخصية التي يجب أن تكون في يعني رئاسة تستلم رئاسة الوزراء في هذه المرحلة الانتقالية. ولكن أنا أقول يعني لو كان المتظاهرين يعني على اغتنموا الفرصة وكانت الخطوة لهم الأولى قبل تسلم هذا علاوي وغيره، وقبل حتى في بداية استقالة عادل عبد المهدي، كان من المفترض أن تكون للمتظاهرين واجهة سياسية تمثلهم وتتكلم نيابة عن المتظاهرين وبشكل علني، حتى إذا اقتضى الأمر أن تكون خارج البلاد للحيلولة دون تصفيتهم. وتكون هذه الهيئة السياسية هي من تتكلم باسم المتظاهرين، وهي من ترشح الشخصيات التي يتفق عليها المتظاهرين جميعا. أما هذا الذي يحدث الآن ما هو إلا فقط لتشتيت صف المتظاهرين، وهذا ما ذكرته أيضا اللجنة وتخلت عنه وتبرأت عن هذه الأسماء وهذه الترشيحات التي تحدث في حاليا. وهذا طبعا أنا لماذا أقول إن هذه محاولة صدرية؟ لأنها تتوافق بالضبط مع تصريحات ما يسمى بالمساعد العسكري لمقتدى الصدر، وكذلك تصريحات الصدر بأنه إذا هذه الحكومة لم يعني جاءت بوزراء حزبيين، والحقيقة إذا جاءت بوزراء ليسوا على الهوى الصدري، فإنه سيحيل الحالة تحت أقدام الأحزاب إلى جحيم، وبمعنى أنه سوف يسقط هذه الحكومة. هذا الترشيح يعني الرجل لم يقدم حكومته لحد الآن علاوي، هو الآن يتحدث عن ترشيحات لأسماء أخرى، هذا دليل على أن هناك مبيتة نية مبيتة من الصدر بأن هذا الملعب إما أن ألعب به لوحدي أو ألعب به لوحدي، هكذا يريد أن يفرض إرادته السياسية سواء على السياسيين والأحزاب وكذلك على المتظاهرين. هو يريد أن ينفرد بالسلطة ويحاول أن يكون هو الشخص الجماهيري لأنه يسيطر على الساحات التظاهر، وبنفس الوقت هو الرجل السياسي الأوحد الذي يقود العراق. وحقيقة هذا يعني سيدخل العراق في مأزق حقيقي، أولها صراع ما بين الأحزاب وكذلك صراع ما بين المتظاهرين وما بين أتباع الصدر، ويدخل العراق في فوضى كبيرة. ويعني لو قرأنا تاريخ العراق منذ 2003 ولحد الآن نجد أن مقتدى الصدر وتياره لهم يعني الأثر الأكبر في مجموعة الأزمات التي دخلها البلد ومجموع الحروب الطائفية التي دخلها البلد، وما زال لحد الآن يؤدي دوره السلبي في هذا البلد. نعم سيد ضياء الغزي، أنا سألتك ماذا تفسر وأنت كناشط مدني إصرار القوات الحكومية إصرار الميليشيات على استهداف المتظاهرين السلميين؟ بالنسبة
الأجهزة الأمنية والطرف الثالث الميليشيات وما تبعتها يحاولون بشتى الوسائل من أول 1 أكتوبر هذا اليوم أن يخمدون التظاهرة بأي طريقة إن كانت. يعني أحكي لك إياها بالعامية. نعم. أتوقع يعني بالأيام القادمة يستخدمون طائرات وصواريخ. لا تستبعد هذا الشيء. يعني لا تستبعد. نعم. لأن هؤلاء لن يسلموا الحكم ولن يخرجون إلا بدماء للأسف الشديد. لكن أبناء بلدنا وشبابنا الأحرار متمسكين بثورتهم السلمية. نعم. فيحاولون بعدة طرق، اختطاف ناشطين، تعذيب، إرهاب، إرهاب بعينه. لو هناك أكو يوجد قضاء، مؤسسة قضائية فاعلة لما تحصل هذه الجرائم. أروي لك حادثة حصلت يوم أمس بالمثنى. نعم. أحد الناشطين في محافظة المثنى تجرأ وانتقد تيار الحكمة. قام النائب صالح الساري بقام الدعوة على هذا الناشط وتم تغريمه 1,000,000 دينار. يعني أنا وجهت يوم أمس بث مباشر لهذا القاضي، قلت له مثل ما نفذت القانون بهذا الناشط اللي انتقد تيار الحكمة، ليش ما ذبيت القتلة اللي من تيار الحكمة اللي قتلوا المتظاهرين عام 2018 ساحات التظاهر بالمثنى؟ فالقانون أعور لدينا في العراق. فأفضل المؤسسة القضائية تغلق نهائيا. يعني تتجمع حاليا الشارع والقانون بيد الشات وبيد الأحزاب. أستاذ نظير، أود أن أسألك حول التظاهرات التي حدثت يوم أمس. يعني خرجت هذه التظاهرات أولا لتأكيد استمرار الحراك وثورة تشرين، وثانيا هي ردا على الدعوات التي يعني دعا إليها السيد مقتدى الصدر وقال بأنه لا يجوز الاختلاط بين النساء وبين الرجال. وكما سألت الأستاذ ضياء الغزي بأن النساء والمرأة العراقية متواجدة منذ اليوم الأول لثورة تشرين، تسعف الجرحى، تقوم بإعداد الطعام للمتظاهرين، تقوم بتنظيف الشوارع مع المتظاهرين، لماذا خرجت هذه التغريدة قبل أيام؟ يعني هي نفس محاولات الصدر، محاولة شق صفوف المتظاهرين بالإضافة إلى إيجاد عامل تأثير قوي على المتظاهرين من خلال أهالي هؤلاء النسوة وهؤلاء البنات. يعني أنت كما تعرف أن المجتمع العراقي حساس من موضوع الشرف والعرض، ولذلك عندما تشيع الإشاعات بأن هناك انتهاك للأعراض أو هناك حالات فساد تحدث في ساحات التظاهر، سوف يحجم الأهالي عن إرسال بناتهم للتظاهر، وهي محاولة بائسة ومحاولة حقيرة من هذا الرجل. والشيء يعني أن هذا الدعوة ليس جديدة. أنت تعلم أخي الكريم عندما كانوا في خضم حربهم ضد عصابات داعش كانوا كثيرا ما يستهينون بأهالي المنطقة الذي يسكنون في المناطق التي تحتلها داعش، ويقولون جئنا لنحرر أعراضكم، جئنا لدفاع عن أعراضكم، وهذا كلام باطل من هؤلاء. ودليل على أن كثرة الحديث في موضوع ما يدلل على أن صاحب هذا الكلام هو ما ينقصه. يعني حقيقة التكلم بالأعراض والسب في الأعراض هذا دليل على أن هناك لوثة في أعراض الذين يتكلمون على الأعراض، ولا أن هذا الموضوع موضوع حساس جدا عند الشعب العراقي، والكلام فيه كلام عيب حتى على المستوى العشائري من يتكلم بهذا الأمر وليس له فيه دليل فتقوم عليه الحجة. لذلك هذا يعني تجاوز الصدر في موضوع حديث عن الأعراض وعن الاختلاط، يعني تجاوز كل الخطوط الحمراء بالنسبة للشعب العراقي. لذلك خرجت النساء نفسها لتدافع عن عفتها وتدافع عن عرضها وشرفها، وتدلل على أن المرأة العراقية خرجت للتظاهر، خرجت لتخليص العراق من هؤلاء الفسدة وهؤلاء القتلة، وليس يعني ممارسة الأعمال الفاسدة. نعم. والدليل على أن
هذا دور المرأة وثقته كل يعني مواقع التواصل، كيف أنها كانت تشجع المتظاهر في التظاهرات، وكيف كانت تهتف في الشعارات، وكيف كانت تعد الطعام، وكيف كانت تفعل كل الأشياء التي يفعلها الشاب، وكيف بالمقابل كان الشباب المتظاهرين يحمون النساء من أي اعتداء، ولم تحدث مثل هذه الاعتداءات إلا من قبل أنصار مقتدى السطر حينما اعتدوا على النساء، ووثقتها كل كاميرات المتظاهرين كيف يعتدون على النساء بالضرب والتنكيل، وهذا يدلل على أنهم هم من يعتدون على النساء. اليوم يدعو إلى يعني متظاهرة يعني ردا على تظاهرة النساء المتظاهرات البارحة، ودعا ما يسميهم بالزينبيات، ويعني بما معنى المؤدلجات بفكر يعني مقتدى الصدر للخروج، بل يهدد اليوم في تغريدته يقول على عوائل الزينبيات أن لا يمنعوا خروج بناتهن للتظاهر. كيف أنت في هذه اللحظة تدعو النساء للتظاهر وتتهم المتظاهرات الحقيقيات بأنهن قليلات العفة وقليلات الشرف؟ هذا كلام لا يليق بشخص يحترم نفسه، بل لا يليق بشخص يدعي أنه قائد وطني وقائد ديني. هذه قمة في السفالة وقمة بسوء الخلق. سيد ضياء، كيف قرأت وثيقة العهد التي وقعها المتظاهرون والذين جاءوا من مختلف المحافظات إلى محافظة النجف؟ الوثيقة تنص على الاستمرار بالتظاهر لحين تحقيق جميع المطالب. وثيقة العهد هذه ليست بجديدة على المتظاهرين، فهم متعاهدين من أول يوم، ومتواصل أنا شخصيا مع كافة المحافظات الناشطين البارزين على داير 24 ساعة. كل ما تحصل حادثة أو يحصل خرق للتظاهر أو قمع أو إرهاب أي شيء من القبيل من الجهات الحكومية أو غير الحكومية، فيزدادون قوة وعزم وإرادة، وبدل الواحد يجون عشرة. هكذا احنا تعودنا على الشباب العراقي الحر اللي غير منتمي لا دينيا ولا سياسيا، خرج يطالب بالحقوق العامة ولا من أجل غايات أو أهداف دينية أو سياسية مثل ما يريد يتمناها الساس العراقيين. نعم. سيد نظير، يعني بعض المسؤولين ومنهم نائب رئيس البرلمان بشير حداد حذروا من أن العراق مقبل على تدخل دولي في حال استمرار قمع التظاهرات. ماذا يعني تدويل قضية التظاهرات في العراق برأيك؟ يعني هل هناك إحساس من قبل الكتل السياسية بأن أيامهم أصبحت معدودة؟ نعم، أنا أقول لك أن هذا الكلام قد صدق به وهو الكذوب. يعني ال 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 هذه المنظومة السياسية كلها تستعمل الكذب، لكن هو في هذا التحذير هو صادق. النظام العراقي مقبل على تدخل دولي لتصحيح المسار الذي تمضي به الدولة العراقية. هذا ما رأيناه عندما قام أياد علاوي بجمع وثائق ومحاولة تقديم وثائق حول الانتهاكات التي تحدث بحق المتظاهرين وجلب أسماءهم وتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية. هل تعلم أخي الكريم عند تقديم مثل هذه الشكاوى وإذا ما أقرت اللجنة الدولية باستدعاء هؤلاء الشخصيات، هؤلاء المجرمين الذي سفكوا دماء المتظاهرين، بمعنى أنه سيتحمل طائلة هذه الدعاوي شخصيات مهمة في هذا النظام الإجرامي الحاكم في العراق. كذلك أنه هذا الأمر إذا استمرار التنكيل بالمتظاهرين وقتل الناشطين، هذا ربما سيستدعي إصدار قرارات من الأمم المتحدة، ودار الحديث كثيرا في هذا الموضوع. هناك استهجان من بعض دول أوروبا، بل البارحة كان هناك استهجان من السفير البريطاني حول استهداف المدير التنفيذي لقناة الرشيد حينما قتلوه مسلحون مجهولون، وهم في حقيقة الأمر معلومون. لكن هذا التنديدات المستمرة ربما سترتقي في وقت قريب إلى إصدار قرارات يعني من مجلس الأمن ستكون ملزمة التنفيذ بحق هؤلاء المجرمين. وحين تتوالى العقوبات على شخصيات معينة، حينما تتوالى
حوالى يعني إصدار القرارات سواء من محكمة الجنايات الدولية أو من مجلس الأمن، هذا كله سيضعف النظام العراقي، ولربما يتحول النظام العراقي الآن تحت طائلة البند السادس لربما يرتقي مرة أخرى ويرجع إلى البند السابع. والبند السابع كما تعلم أخي العزيز أن من صلاحية مجلس الأمن والدول الدائمة العضوية فيها أن تصدر قرارات يتم تنفيذها بالقوة المسلحة، لكن هذا الأمر ربما إذا استمر النظام العراقي سوف نصل إلى هذا المستوى، وإذا ما وصلنا إلى هذا المستوى فإن هذا النظام يعني لن يكون له وجود، بل هناك احتمالات أخرى ربما إذا كان هذا المسار ربما يتعرض إلى فيتو من قبل روسيا أو الصين، ربما الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية كبريطانيا ستبيح لنفسها للتدخل في إحداث تغييرات حقيقية عن النظام العراقي، هذا ما فعلته يعني حتى في 2003. يعني نعم، هل يعقل بأنها الولايات المتحدة الأمريكية هي من جلبت هذه الطبقة السياسية للعراق، وهي من وضعت الدستور، وهي من أشرفت على العملية السياسية، وهي من تدعم لغاية اليوم كل هذه الكتل السياسية والأحزاب في العراق والعملية السياسية؟ هل يعقل بأنها سوف تنقلب عليها؟ يعني حتى أنت تحدثت عن العقوبات، العقوبات فرضت على شخصيات مرتبطة بإيران، ونحن نعرف هناك يعني عقوبات مفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لغاية الآن ليس هناك موقف حقيقي من قبل إن كان الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي سوى البيانات والإدارات. نعم، أنا فقط أريد أن أوضح بعض هذه المسائل. نعم. أنا أقول الموقف الأمريكي أحيانا تمهد له من خلال وسائل الإعلام أو من خلال تصريحات بعض المسؤولين. اليوم التقارير التي تصدر عن قناة الحرة التي هي واجهة للسياسة الأمريكية تقول بأن على طبيعة العلاقة ما بين الميليشيات في داخل العراق والنظام الإيراني وكيف يكون هناك التخادم. في البداية كانت إيران هي من تدعم هذه الميليشيات، الآن الحالة معكوسة، الميليشيات هي من تدعم النظام الإيراني من خلال تسخير موارد الاقتصادية للعراق ودفعها إلى الجانب الإيراني. وذكر التقرير بأن الحلول الصحيحة لإحكام الحصار الاقتصادي على النظام الإيراني هو من خلال إجراء حقيقي ضد هذه الميليشيات وتجريدها من قدرتها على تسخير الاقتصاد العراقي لصالح الإيران، ربما يكون هذا أحد الإجراءات التي تقوم بها الولايات المتحدة. كما ذكرت أخي الكريم، الولايات المتحدة هي من صنعت هذا النظام الحالي، وهي من تدافع لحد الآن تعتبرها تجربة ديمقراطية. وأنا أقول لك الولايات المتحدة لا تعتزم إسقاط النظام السياسي الحالي أو تغيير هذا النظام السياسي التي تسميه ديمقراطيا. نعم. يعني نظام ديمقراطي، ولكن بطريقة أخرى أنها تحدث التغيير من داخل هذه العملية السياسية، وذلك من خلال ربما يعني أن يكون هناك إعلان حالة طوارئ على لسان يعني الرئيس الجمهورية إبراهيم صالح، أو ربما تدعم يعني كتل سياسية للحصول على الأغلبية في الانتخابات المبكرة القادمة. وهناك وسائل عديدة ممكن أن تستخدمها الولايات المتحدة للتأثير على تغيير مسار العملية السياسية وليس إسقاطها. يعني بالنتيجة هي تبديل وجوه بوجوه أخرى. خليني أكون أكثر دقة ولكي يكون المشاهد أيضا على اطلاع، الذي يحدث ربما ستعمل الولايات المتحدة على تغيير وجهة النظام العراقي من التوجه إلى إيران إلى التوجه إلى الولايات المتحدة. نعم. يعني بالمحصلة نحن لن ننفك ولا نصل في نهاية الحراك هذا إلى الاستقلال، لكن ما هو المكسب الذي سيكسبه الشعب العراقي؟ أولاً أن الاحتلالين الآن الذي يعاني منهم العراق، احتلال إيراني واحتلال أمريكي، سيكون احتلال واحد تحت وصاية الولايات المتحدة، وهذا بحد ذاته مكسب، لأن الاحتلال الإيراني هو احتلال استئصالي إحلالي تغيير ديمغرافي، أما بالاحتلال الأمريكي سيكون الأمر مختلف. الأمر الآخر أن الولايات المتحدة لربما في يوم من ما بعد سنوات عديدة لربما سترتئي مصلحتها يعني بالخروج من العراق، ونفس الوقت لذلك نصل إلى حالة الاستقلال. يطرح ربما أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف كذلك يعني تتفق مع النظام الإيراني
وتسمح. هذا الأمر تجاوزناه، هذا نعم. الأمر كان ممكن في عهد إدارة أوباما نعم. والإدارات السابقة، الآن في عهد ترامب تغير الأمر، ربما والأمر ليس شخص غير ترامب نعم. وتتغير السياسة ونعود إلى عهد ترامب. لا، الأمر نعم. ليس متعلق أيضا بترامب كما تعلم. السياسة الأمريكية تديرها مؤسسات نعم. أنا أقول الآن منذ هذه الفترة ومستقبلا لن تكون السياسة الأمريكية والإيرانية في حالة لقاء، إنما في حالة تنافر. لذلك من الجيد أن الشعب العراقي خرج في هذا الوقت لاستغلال الفرصة واستغلال هذا التنافر الأمريكي الإيراني لكي يحوز على الأقل يعني نصف استقلاله، إلى أن يصل إلى الاستقلال التام من كل هذه التأثير الدولي. سيد ضياء الغزي، يعني هل برأيك سوف تتمكن الكتل السياسية، الأحزاب السياسية في تحشيد موقف حكومي لوضع عراقيل أو إنهاء الحراك، خاصة مع حديث بأن الكوثراني مبعوث حزب الله اللبناني اليوم يقود مفاوضات منذ اغتيال ومقتل قاسم سليماني ولغاية اليوم، بل وصل به الأمر إلى أنه وبخ الميليشيات والكتل السياسية، لماذا لغاية الآن لم تضعوا حد لهذه التظاهرات؟ سيد ضياء، انقطع اتصال مع سيد ضياء الغزي الناشط في التظاهرات. نفس التساؤل سيد نظير، يعني اليوم حديث عن أن محمد كوثراني مبعوث حزب الله اللبناني يقود مفاوضات منذ مقتل قاسم سليماني ولغاية الآن، نشر تقرير على وكالة رويترز قبل يومين بأنه وصل به الحال لأنه وبخ قيادات في العراق، لماذا لم تضعوا حد لهذه التظاهرات لغاية الآن؟ هل سوف تتمكن الأحزاب السياسية، القوات الأمنية، الحكومة مجتمعة بأحزابها وكتلها وميليشياتها بوضع حد لهذه التظاهرات برأيك؟ أنا أقول أن المنظومة الإيرانية وجميع أطرافها بالقمع والقتل نعم، وجميع أطرافها من ميليشيات وأحزاب الآن تعاني من حالة تشتت، تعاني من حالة تشرذم بسبب غياب قائد مثل قاسم سليماني، كذلك أبو مهدي المهندس، وهناك بدأت تظهر شخصيات يعني الصف الثاني تحاول أن تتنافس فيما بينها للوصول إلى القيادة التي كانت بيد سليماني وبيد أبو مهدي المهندس. لكن يعني كما يبدو أن قيادة الحرس الثوري الإيراني ارتأت أن تكون الشأن العراقي بيد حزب الله اللبناني، هو من يدير تلك الميليشيات ويحاول أن يجد توافق فيما بينهم، ولكن يعني كما أظن أن هذا الأمر ليس بالسهل، وسوف تفشل يعني محاولات حزب الله للسيطرة على الأحزاب العراقية والميليشيات العراقية، لا سيما كما تعلم أخي الكريم الآن حزب الله هو عيشته على العراق، عيشته على الأحزاب والميليشيات العراقية. الآن العراق بحكم أنه متحكم به وباقتصاده من قبل هذه الأحزاب وهذه الميليشيات، هو الآن المسؤول عن إنقاذ الاقتصاد الإيراني وعن تمويل الميليشيات الأخرى كحزب الله وغيرها من الميليشيات. لذلك لن يكون كوثراني أو غيره من قادة حزب الله يعني القدرة الفائقة كما كانت لقاسم سليماني لتوفيق الآراء ما بين يعني الأطراف الشيعية موجودة في العراق. الآن هناك حديث أيضا على ما يسمى بلملمة البيت الشيعي ومحاولة التخلص من هذا التنافر الموجود ما بين قياداته وإعادة يعني شيء مشابه ل كما كان يسمى الاتحاد المجلس الوطني أو كذا، قبل كان يضم كل الأحزاب الشيعية. لكن هذا الأمر أيضا لا أظن أنهم سيصلون به إلى مراحل يعني واسعة، وهناك مشكلة حقيقية ما بين مقتدى الصدر الذي يريد أن يكون زعيما سياسيا وزعيما دينيا لكل العراقيين بل يتجاوز إلى خارج العراق، وبين منافسيه كهادي العامري والشخصية الأخرى نور المالكي الذي بينهم يعني هناك دم بين المالكي ومقتدى الصدر. نعم. هذه الأمور أظن أنها من الصعب أن يتم التوفيق فيها، وكانت شخصية قاسم سليماني ذات تأثير كبير على كل تلك الأحزاب يعني والميليشيات. أنت تحدث على نقطة التقاء مقتدى الصدر مع نور المالكي، التقوا في 2010 وبارك مقتدى الصدر حكومة نور المالكي بعد صولة الفرسان، وهو من دعم نور المالكي، مع العلم كانت قائمة أياد علاوي قد فازت في ذلك الوقت، فدعم نور المالكي وربما تحالف أضداد نعم. يعني ما أستطيع
استطيع ان اسميه تحالف الضاد، هو مقتدى الصدر دعم كل الحكومات السابقه، لكن دعمها ليس ببلاش، كان هناك مكاسب ماليه، مكاسب سياسيه، تم فتح الدعم لتياره واصبح تيار واسع ومتحكم ميليشياويا وسياسيا وذو نفوذ عالي جدا في العراق، هذا كان الثمن. لكن في حقيقه الامر ما زال السياسيون الشيعة الاخرون ينظرون بعين الريبه لمقتدى الصدر، كون انه يريد ان يستحوذ على كل المجتمع الشيعي العراقي ليكون بقيادته سواء سياسيا او دينيا. لذلك هناك يعني كما قال سبحانه وتعالى تراهم جميعا وقلوبهم شتى، فهم يعني يتحالفون ويتفقون على مصالح، لكن في دواخلهم هم متنافرون ومتخاصمون. سيد ضياء الغزي، سألتك قبل انقطاع الاتصال حول المفاوضات التي يقودها مبعوث حزب الله اللبناني في العراق محمد كوثراني، وبأنه يضغط على زعماء الميليشيات لفض هذه التظاهرات، بل وصل به الحال إلى توبيخ وكأنه هو المسؤول وهو القائد العام للقوات المسلحة في العراق. هل سوف تنجح هذه المحاولات عفوا بإنهاء هذا الحراك؟ تأكيدا أستاذ العزيز، لا تأكيدا، وأجزم إجزاما لن يستطيعوا أن يخمدوا هذا الحراك، لأن هذا الحراك قدم تضحيات دماء ومجازر حصلت. يعني كيف يجي من سياسة خارج العراق أو داخل العراق أنه يتفاوض وينهي هذه الحركة الاحتجاجية بكل سهولة؟ هذا من جانب. من جانب آخر، هذا كله تراكمات، هذا الشعب من طلع ما طلع اعتباطا، وإنما تراكمات منذ 16 عام من دماء وخراب وفساد وشهداء وخطف وتعذيب، ومدن احتلت ونساء اغتصبت وأموال هدرت وأرامل ترملت وأيتام وسكلى وجوع وشباب عاطل عن العمل، خريجين يعاملونهم بأسوأ معاملة، خريجين شهادات عليا في بقية البلدان، صاحب شهادة الدكتور والماجستير يحتضنوه ويكون لديهم قدوة. احنا يجي شرطي خريج سادس ابتدائي، او مع احترامي للأجهزة الأمنية، خريج أمية يجي يضرب له دكتور او يضرب له ماجستير، هل هذا صحيح؟ نعم. أستاذ نظير، يعني الإدارة الأمريكية طالبت محمد علاوي المكلف بتشكيل الحكومة بالاستجابة لمطالب الشعب العراقي، في نفس الوقت الشعب والمتظاهرون يرفضون محمد توفيق علاوي. نحن تحدثنا قبل قليل عن الموقف الغربي والموقف الدولي، لربما تحدث هناك تدويل لهذه القضية بعد كل هذه الدماء التي سالت. هذا التناقض في الموقف الأمريكي بالتحديد كيف يمكن فهمه؟ يعني نحن نراه في ظاهرة فعلا هو تناقض، وعانى الشعب العراقي من عدم الجدية في ردود الأفعال الدولية وبالأخص منها الأمريكية، كونها هي لاعب فاعل ومهم في الموضوع العراقي. لكن أنا أقول يعني مثل هذه الطروحات الأمريكية لهذه الشخصية الجديدة والمكلفة برئاسة الوزراء هي لإحراجه، ولأنها تعلم أنها هذه الشخصية غير قادرة على تلبية ولو الحد الأدنى من مطالب الشعب العراقي، وبالتالي هي كأنما تلزم الحجة وتلزمه بأنها أنك فشلت في تحقيق ما يصبو له الشعب العراقي والشباب العراقي. وهذا هو المؤمل، بل أن حتى الأحزاب التي جاءت به هي الآن ليست لديها الثقة بأنه سينقذها من الحالة الحرجة الحالية ويخرجها من عنق الزجاج الذي يعيش فيه النظام العراقي. لذلك هذا الموقف هو ليس موقف حقيقة ما تريد الولايات المتحدة بأنها تريد من علاوي أن يستجيب للمتظاهرين العراقيين، إنما هو إلزام الحجة بأن
من جاءوا به هو أيضا لا يستطيع أن يحقق ما يريده الشعب العراقي، بدليل أن في يعني التسريبات تقول أن تشكيل حكومته أيضا اعتمد على المحاصصة الحزبية وأيضا على المحاصصة الطائفية، ذهب إلى الكرد وذهب إلى السنة، وبالرغم أنه يعني إذا ما أصر أن يأتي بشخصيات لا حزبية، وهذا ما يعني أشك فيه، سوف يتم حجب الثقة عنه ولا ترى حكومته النور. يعني بل أن التسريبات تقول عندما ذهب إلى الكرد طلب من سعود بارزاني أن يرشحوا له شخصيات هي تابعة لأحزابهم ولكن غير معروفة إعلاميا. لماذا؟ لرفع الحرج عن محمد علاوي كون أنه لم يفي أمام الشعب، كون أنه لم يفي بما تعهد به على نفسه بعدم جلب يعني هو نفسه يعني شخصية محمد توفيق علاوي، قالوا الشعب المنتفض قال لا نريد شخصية حزبية. هو ماذا فعل؟ قدم استقالته من حزب الدعوة وقال أنا مستقل، والحقيقة هو مستقيل وليس مستقل، وجاء كأنه شخصية مستقلة وغير حزبية. هذا ضحك على الذقون، وهذا الرجل سيكون فاشل كما فشل عادل عبد المهدي. نعم، سيضيع الغزة يعني أمام هذا الرفض الشعبي العراقي الواسع. ماذا بقي للأحزاب والكتل السياسية في العراق في السلطة؟ ماذا بقي لها؟ الحقيقة الأحزاب فشلت بالعراق فشل ذريع، كافة الأحزاب منها المدنية ومنها الإسلامية، والدليل الشارع والوضع الحالي الذي يمر به العراق. هذا من جانب. أما من جانب آخر، نصيحتي لهم أن يلملمون أغراضهم ويلملمون ما تبقى من كرامة إن كانت لديهم كرامة، وليغادروا العراق ويسلموا الحكومة أو البلد إلى قيادية عسكرية أو حكومة إنقاذ وطني تدير البلاد، تحل الدستور وتحل البرلمان، ونبدأ بصفحة جديدة بعيدة عن الانتماءات الدول اللي هي أصلاً عدوة للعراق، ولا لن تكون يوماً هي حميمة على مصالح العراق، وإنما على مصالحها بالنسبة لإيران أو أمريكا أو باقي الدول المجاورة. نعم. الناشط في التظاهرات السيد ضياء الغزي كان معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. سيد نظير الكندوري، يعني بقي لدينا 3 دقائق. يوم أمس تم إطلاق صواريخ على قاعدة كيوان في كركوك، يعني هذه الهجمات هل نحن أمام تصفية حسابات أم فقط هي استعراض للعضلات؟ هل إنه القوات الأمريكية أو الإدارة الأمريكية لن ترد إلا بسقوط ضحايا جراء هذا القصف أو ذاك؟ كيف تحلل؟ يعني أنا أرى أن إيران ومن خلفها الميليشيات العراقية تحاول أن تحاكي ما تفعله حركة طالبان في أفغانستان بضرب الأمريكان ضربات موجعة لكي تصل إلى مرحلة أن تتفاوض مع الولايات المتحدة لسحب قواتها كما يحدث الآن في الدوحة. لكن الأمر مختلف تماما عن هذه الميليشيات وحركة طالبان. حركة طالبان كانت في يوم ما هي من تحكم أفغانستان، وهي الآن تدافع بشكل وطني عن تحرير بلدها، أما الميليشيات هي تدافع عن احتلال بلدها من قبل إيران، وهي أعمالها مجرد إيحاءات من إيران لفعل هذا وعدم فعل هذا، وبالتالي الأمر مختلف. وأتوقع أن الولايات المتحدة تريد أن تجمع نقاط قوية أخرى على تلك الميليشيات إلى أن تصل إلى مرحلة أن تستهدفها سواء عسكريا أو عن طريق عقوبات الخزانة الأمريكية أو حتى عقوبات سياسية. هذا ممكن أن يكون رد الفعل، لكن من الممكن أن الضربات الميليشياوية إذا ما أحدثت خسائر معينة في الأمريكان سواء مقاولين أو جنود، فالإدارة الأمريكية لا تجد بدا من الرد السريع والمباشر كما حدث في نفس القاعدة عندما قتل مقاول
تم استهداف يعني ميليشيا حزب الله العراقي، وكذلك قتل سليماني وأبو مهدي مهندس. لذلك أنا أرى أن هذا الأمر لن يفلح من قبل الميليشيات، بل بالعكس هي تزيد النقاط المتراكمة ضد هذه الميليشيات، ولربما يأتي الرد الأمريكي قويا وقاسما حول هذه الضربات. أنت ترى الآن المسؤولين الأمريكيين يجمعون الأعداد، يقولون الآن أصبحت 11 ضربة قامت به الميليشيات، الآن وصلنا إلى 12 ضربة، وهذا ربما يدلل على أنهم يريدون أن يردوا عليهم في وقت قريب. الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري كان معنا هنا، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه التغطية، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.